بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جينا لتونس في تربص تحضيري بدا لو 28 اللي هو الاثنين الفارط، وان شاء الله اونكيت عند راهم لو 6. بيان سور جينا باش نكثفوا في التحضيرات نتاعنا بمعدل حصتين في اليوم، تعرف نشتغلوا بخدمه تركيز كبير على الجانب البدني الفني التكتيكي النفسي كل شيء. بيان سور انا ان شاء الله دو ماتش ميكو، انا ماتش غدوه ان شاء الله وماتش في الكلوتور نتاع ستاج نهار الاربعاء لو 6. هذا هو معناه ان شاء الله لحد اللحظه هذه معناه تربص ناجح، لاعبين انضباط كبير، الاسبوع الاخراني نتاع الكومبيتيسيون وان شاء الله نكونوا جاهزين، وان شاء الله معناها نعملوا انطلاقه طيبه تلبي كل طموحات معناها احباء النادي واداره النادي، ان شاء الله ربي يوفقنا. والله معناها راضي على المجموعه الحقيقه فرديا وجماعيا، عندنا معناها فريق لا باس به. الحاجه الايجابيه انه انا لما تسلمت الفريق منذ اسبوعين لقيت معناها تقريب 60% أو 70% من المجموعة نتاع الموسم الفارط، وهذا يعطي جانب نتاع استقرار مهم جدا. تعرف في الأندية اللي تغير برشا في اللاعبين تاخذ وقت معناها في الانسجام وباش تعطي المردود معناها الطبيعي، لكن احنا إن شاء الله معناها استمرارية على خطى الموسم الفارط، وإن شاء الله أحسن، وإن شاء الله نحاولوا نحققوا النتائج. كما قلت لك حتى اللاعبين المنتدبين جدد معناها اندمجوا بسرعة في المجموعة ودخلوا في روح المجموعة والفكر الجماعي نتاع الفريق. أنا معنا عندي تقريبا 20 سنة وأكثر ندرب، كنت لاعب دولي سابق لمدة طويلة، لعبت في أندية كبيرة كما النجم الساحلي، شباب الخيروان، الأهلي السعودي، الريان القطري، لعبت في المنتخب 19 سنوات، وبعد نتاعي ودخلت في سلك التدريب دربت في تونس معنا تقريبا 10 سنوات في الدوري المحترفين، دربت شباب القيروان فتره طويله، دربت الملعب الرياضي المونستيري وربحت معهم السوبر كوب ضد الاسبيرانس، والنص الثاني في مشواري عديتهم كل في السعوديه، تقريبا 8 مواسم في السعوديه بين الدرجه الاولى والممتاز. هذه اول تجربه لي في الجزائر، بطبيعه الحال الكره الجزائريه يعني في مستوى زاد مع اتصالي ببعض المدربين اللي يدربوا صرت لهم تجربه في الجزائر، شجعوني باش نجي الجزائر وهذا شرف تزيد تثبت التجربه نتاعي، وان شاء الله انا نقدم الاضافه للكره الجزائريه. ما هما اكثر يعني تعرف السعوديه دوله غنيه ما شاء الله، السنة بالذات معناها تركيز كبير على النجومية، شفت معناها عاملين مخطط انهم باش يوليوا معناها ينافسوا حتى الفرق العالمية في انتقال الصفقات، معناها هم ممكن يحضروا الكأس العالم في الثمانية سنوات القادمة، وعندهم الإمكانيات بصراحة معناها اليوم الدوري السعودي ولا معناها يستقطب الأنظار تاع العالم الكل، بما وهذه مبنية على الاستثمار في كرة القدم. ان شاء الله احنا في الجزائر تزيد تقوى الامور اكثر ويقع الاستثمار اكثر، في تونس نفس الشيء، في المغرب ان شاء الله معناها البلدان العربيه هي كما قلت لك هو استثمار وتوجه معناها نتاع السياسه الدول. اكيد اكيد انا من الجيل اللي بعد الاخضر بلومي وربح ماجر، لكن لحقت لعبت معاهم في اخر وقت اللي انا طلعت صغير سيتي اون 86، لحقت لعبت مع بلومي، لعبت معه مرتين، مره مباراه وديه ومره في كل البطوله العربيه يعني تصفيات في 5 جويليا، لحقت لعبت مع رابح ماجر، بطبيعه الحال نعرف فضيل مغاريا، فضيل مغاريا لعب في تونس وفي النادي الافريقي وكان لاعب كبير، لعب ضد وزاد في البطوله وفي المنتخب، معناها شرف كبير اني لعبت المنتخبات الجزائري ولعبت للجيل اللي بعده اللي هو حكيم مدان وجحمون نتذكر ورحيم، هذوما الجيل نتاعي انا هم. بصراحه معناها الجزائر مانيش انا باش نعرف بها، مدرسه كبيره، مدرسه كرويه كبيره، ظهر لي السنوات الاخيره زاد المنتخب الجزائري معناها في احلى حالاته، للاسف معناها جاتني انا كما اي مواطن عربي كيفاش الجزائر ما ترشحتش لكاس العالم الاخيره.
اكسيدون باركور ان شاء الله ترجع. ومعنى المنتخب الجزائري الكره الجزائريه ولاد شوفوا في لاعبين معناها مستوى عالي يلعبوا في البطولات الاوروبيه ان شاء الله معناها القادم افضل الكره الجزائريه. ترجي وقت الشامبيونز ليغ من 3 سنوات عمل مواسم متميزه في الترجي لاعب مهاري سوف كو معناها جاته بعض محطات صعيبه شويه ما هو لاعب موهوب وعنده امكانيات كبيره.